السادس نصر الله في هذه الأثناء بباريس مأذوبة عشاء على شرف الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا أولاند. ويقوم جلالة الملك بزيارة عمل وصداقة لفرنسا تعكس من جديد متانة وكثافة الشراكة المستدامة التي تربط بين البلدين، وهي شراكة تدعمها إرادة مشتركة لنسج روابط قوية متعددة الأبعاد بين الدولتين. يحضر هذه المأذوبة عدد من سامي المسؤولين الفرنسيين والمغاربة.